في أسفل الترتيب. هنا فرصة موجودة وخطورة في الجول. عبد الله ثويني يتقدم ويأتي بالهدف الأول الآن لمصلحة مسقط. الخطورة جاءت وبالتالي الهدف وصل عن طريق اللاعب عبد الله ثويني. يا سلام يا سلام، لاحظ التمريرة من حمد اللي انتظر تقدم الزميل وبالتالي العرضية وتقدم عبد الله ثويني، سرق كل الأمور وأعطى هدف أول بالنسبة لنادي مسقط. هنا حكاية الهدف اللي أكيد الزملاء في الاستوديو. سمر الشاطري تقدم مميز إلى حسين، الآن فيها فرصة فيها فرصة وتزداد. الله، الرد ما تأخر من الأنيق جدا حسين الحضري، على طول سجل الهدف وجاء بالتعادل ونقطة البداية مرة أخرى تعود في المباراة. يا سلام يا سلام يا سلام، لاحظ أمامك الآن هذه التسديدة واحدة قوية جدا تسكن الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمد هويدي. حسين الحضري يأتي بهدف التعادل الآن. الله، نتيجة بالنسبة لظفار، إذا ما انتصر سيشارك الفريقين في الصدارة. كرة مرسولة تنحط في الجول. أحمد مانع الآن يأتي ويسجل الهدف الثاني بالنسبة له ولنادي ظفار في بطولة الدوري الآن بعد تمريرة قاسم سعيد. إذن قاسم سعيد الآن يأتي بهدف الأول. لاعب أحمد مانع، كلما أردنا التحدث عن جماهير صحار جاء ظفار بالأهداف. هنا هدف ثاني الآن لمصلحة ظفار عن طريق اللاعب أحمد مانع بعد صناعة حاضرة من جانب اللاعب المميز قاسم سعيد. هدف يأتي الآن لمصلحة ظفار الذي كان قد تأخر بهدف، جاءت ردة الفعل.